مساء الخير متابعين قناة الحوار بريس، أينما كنتم داخل المغرب وخارج المغرب. مرة أخرى جينا باش نناقش واحد الموضوع اللي هو مجال حقوق الإنسان، وتزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان اللي كيصطادف يوم 10 ديسمبر من كل سنة حسب اعتماد الأمم المتحدة منذ سنة 1948، يعني بعد الحرب العالمية الثانية. يعني هذا حقوق الإنسان كنشوفوا اليوم في المغرب، والحمد لله قطع اصوات، يعني اصوات وقطع كذلك محطات نضاليه من طرف يعني مجموعه من المناضلين والمناضلات في هذا المجال، باش يكون مجال حقوق الانسان، يعني وكذلك بعض المؤسسات اللي حاولت ترسيخ حقوق الانسان وخاصه المنظمات والجمعيات الحقوقيه. كنتكلموا اليوم على حقوق الانسان وخاصه في المغرب. الحمد لله اصبح المغرب كيحتل واحد الرتبة لا بأس بها، ولكن هناك مجموعة من 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 المشاكل ومجموعة كذلك هناك، ولكن رغم ذلك أننا كنشوفوا المغرب والحمد لله، المغرب والحمد لله قطع مجموعة من الأصوات في مجال حقوق الإنسان. يعني هذه حقوق مكتسبة من طرف مجموعة من المنظمات الحقوقية وكذلك الجمعيات اللي المناضلين والمناضلات اللي كيرجع لهم فضل. فمنذ الاستقلال الان الحمد لله كان يعني كان كنعيشوا وكنشوفوا وكنلاحظوا ان المغرب الحمد لله غادي في واحد الطريق صحيح. ونحن في الجمعيه المغربيه منطقيه ارضيه للدفاع عن الحقوق والحريات كنسجلوا مجموعه من الخروقات ومجموعه من التجاوزات من طرف بعض المسؤولين. على سبيل المثال البناء العشوائي، اذا تكلمنا عن البناء العشوائي في سواء في المطاشير او القرى او مثلا الدواوير المجاوره التابعه للمدن او بجانب المدن، فكنشوفوا الظاهره اللي غزات يعني مجموعه من المدن وصبحت كتعرف يعني واحد اكتضاد من السكان، بحكم ان الانسان عنده ظروف اجتماعيه وعنده ظروف اللي ممكن ما يقدرش يشتري دار في المدينه ويضطر باش يشتري واحد بقعه وتبنيها سواء في المدينه او في بعض الدواوير او المراكز اللي حضريه او شبه حضريه. فكنشوفوا احنا ماشي ضد يعني تاهيل المدن او اعاده تاهيل المناطق، احنا ماشي ضد يعني السلطات باش تدير الخدمه ديالها، ولكن احنا ضد بعض الانتهاكات وكذلك الخروقات اللي كتقوم بها بعض الجهات معينه من طرف السلطات المحليه. كنعرفوا ان اي بناء عشوائي ما كيتمش غير هكاك، كنعرفوا المسالك اللي كيقطع، وكذلك بعض المنتخبين اللي كيستغلوا، وهذه نقول نتحمل المسؤوليه ديالها، اللي كيستغلوا بعض الظروف ديال الناس من اجل المساعده ديالهم لانهم كيراهنوا مستقبلا على مثلا الوقوف بجانب هذاك المنتخب، يعني باش يكسب ذوك الاصوات، لانهم كنعتبروهم هذوك واحد جيوش ديال الاصوات اللي غادي يكونوا في جنبه وغادي يصوتوا عليه. فهذا خرق من الخروقات القانونيه وكذلك حق من الحقوق ديال ذاك المواطن اللي كيستغل في ذيك الظروف. كذلك هذا الشيء ما كيتمش غير كيتم غير هكاك، ولكن كيتم بعض الاحيان بمباركه من طرف بعض الجهات المعينه اللي هما السلطات المحليه او السلطات اللي كتشرف مثلا على الامن ديال المنطقه. فكنعرفوا ان ما يمكنش ولو يجرت وحده تحط وما تكونش في اخبار، يعني اذا كيعاون السلطه او ذاك القائد او ذاك الخليفه ديال سمو ديال او رئيس دائره ديال ديك المنطقه، ما يمكنش غيكون ذاك السيد غادي يبني والبناء، كنعرفوا البناء ما كيتمش في نهار ولا يومين، كيتم واحد 10 ايام 15 20 يوم، وحتى الاصلاح حتى لك الاصلاح غادي يكون في واحد الشهر ولا اكثر كذلك، وما تكونش في بال ذاك الناس ديال السلطه اللي كنعتبروها ان 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 الاعوان السلطه العين التي لا تنام. اذا هنا ماشي يعني كاينين كاينين الحمد لله بعض اعوان السلطه، وكاينين كذلك بعض القياد وكذلك بعض المشاوات ورؤساء الدوائر وكذلك السلطات سواء المحليه او العموميه، كاينين الناس اللي نزهاء اللي تيخدموا بالشفافيه وبالنزاهه وكيخدموا بشكل ديمقراطي، كيطبقوا ما يملي عليهم القانون وما يملي عليهم كذلك الضمير المهني ديالهم. فهاد التجاوزات اللي كنشوفوا مثلا لاحظنا هاد الشيء ما جيناش وقلنا، ولكن حسب التقرير وحسب متابعتنا لمجموعه من الملفات، بينها مثلا ملفات اللي شفناها ديال هرهوره، ملفات ديال تبارا، ملفات ديال الصخيرات، ملفات ديال المنطقه ديال السوالم، ملفات كذلك ديال هادو هدم، يعني هدم بعض الدواوير
والناس كيحتجوا. علاش كيحتجوا؟ لان حسب التصريحات ديالهم الناس ما تعوضوش ليهم، وملي الانسان كيسكن 40 ولا 50 سنه راه كيصبح حق مكتسب. اذا هنا كنجيو ما تكونش واحد الدراسه معمقه، ما يكونش واحد التخطيط استراتيجي على المدى البعيد من اجل يعني اعاده الهيكله، او لا مثلا حتى لك عندك الهدم ما يكونش الهدم بالشكل اللي كيكون الشكل عنيف، كيكون الشكل بعض الاحيان كتستعمل فيه السلطه، تستعمل السلطه مثلا اعتقالات واحتجازات ومجموعه من الاشياء اللي يعني تبين للمغرب انه الصوره ديالو امام الخصوم انه واحد الصوره اللي ما تليقش بالمغرب والمكانه ديالو. فكنتمناو هاد التجاوزات ما تعودش، لان كتشوفوا مؤخرا كثرت يعني كثرت هاد الاحتجاجات، وعلى الساكنه الناس متضررين اللي تهدمت البيوت ديالهم والمنازل ديالهم وما تمش التعويض ديالهم، على اساس ان مثلا العقار ماشي في اسم ديالو، او لا مثلا ما كاينش التقسيم، يعني داك الناس شراو داك العقار من صاحب العقار، والعقار عنده مثلا عقار يعني رسم عقاري عنده ما يمكنش يتقسم لانه غير صالح للقسمه. ومن بعد واحد المده كيجيو دوك الورثه ديالو كيدعوهم بالافراغ، او لا كتجي السلطات على داك البناء شويه، يعني مجموعه ديال العوامل اللي كتسبب لنا في هاد المشاكل، وكيصبح داك الدوار يعني قائم ذاته، كيدخل الماء كيدخل الضوء، عنده اعداد هذاك الدوار كيصبح عنده اعداد ديال الماء، عنده اعداد ديال الكهرباء، عنده الكونسوماسيون ديالو، عنده داك الاستعمال ديالو، ويعني عنده شهادات الربط، عنده مسائل، عنده امور وبناء، لكن هو ما بناش برخصه، ما بناش واحد التصميم يعني اللي التصميم ديال البناء مسلم من طرف جهات معينه او الجهات المخوله لها. فلذلك كتجي من بعد يجي واحد يتغير ذاك القيد وتغير ذاك الباشا، وكيجي وكياخذ واحد القرار من طبيعه الحال بتنسيق مع الاقليم او مع عامل الاقليم او مع عامل او مع الوالي، وكينفذوا في حقهم هذاك الهدم. اذا هذا ما يعني شيء او من الاشياء اللي كيعطي صوره ماشي مصلحه المغرب، ماشي مصلحه كذلك بلادنا امام اعداء الوطن. فهاد التجاوزات، هاد الخروقات، كاين كذلك بعض التجاوزات مثلا في احتلال الملك العام او الباعة المتجولين او الباعة الجائلين، كنلاحظوا مثلا كنلاحظوا مجموعه من يعني عده مرات كنلاحظوا بعض التدخلات لرجال السلطه. احنا مش ضد احتلال الملك العام او لا باع المتجائلين او المتجولين، ولكن احنا ضد تطبيق القانون. كيف يعقل ان واحد تبيع في واحد السوق يعني مده 20 ولا 30 سنه ولا 40 سنه او لا 50 سنه، واحد السوق قائم بذاته كاين وكيبيع ويشري وعنده محل ديالو تبيع ويشري، او لا عنده كروسه ديالو سواء مزروره سواء عربه مدفوعه او مزروره، وكنجيو واحد بين عشيه وضحاها كنجيو كنحيدوا لهم هذا الشيء بلا ما كنخلقوا او بلا ما دون مراعاه لهذوك الاشخاص، لان هناك ناس اللي تبيع وتشري وراه ضروره تبوا مواطنين المغاربه. فهذا حق انتهاك حق من حقوق ذوك المواطنين. علاش؟ لان هذاك السيد اللي كيبيع وتشري راه هو كيبيع وتشري تقريبا عنده 30 ولا عنده 20 سنه مثلا في ذاك السوق النموذجي، راه ولات عنده حقوق مكتسبه. علاش؟ لان ذاك السيد موجود، ما جات ديك السلطه لقاته كاين تم، والسلطه اللي كانت سابقا خلاته. إذن علاش هذا من قبل أو اليوم ملي غادي نجيو وغادي نريبو ليه ونطردوه من هذا السوق ونقولوا ليه سير بحالك، راه عنده ظروف، راه عنده كرا، عنده ما عنده الضوء، عنده وليداتو كيقراو، عنده وليداتو خصو يعيشهم باش يعيش هو، باش يدي بلاصه، باش يتحرر، باش يبيع ويشري، باش يعني الأمور اللي كتعلق بحقوق الناس، حقوق ديال الإنسان، حقوق المواطنين، هذا حق من الحقوق. وهذا الشيء إذن هاد الناس إلا كانوا كيعرفوا بأن هذوك الناس راهما كانوا موجودين فهذيك العتاو وجاو تعدوا عليهم وما خلقوش يعني ما خلقوش لهم بديل، فهذه جريمه اللي كتعلق بهاد الباعه الجائلين او الناس المحتلين الملك العام. خاص تكون معاهم ايام تحسيسيه تواصليه من طرف جهه الوصيه، نجلسوا معاهم نشوفوا شنو المشكل عندهم، ومن بعد سيدي غادي ندير واحد السوق نموذجي ونحطوهم في ذاك السوق نموذجي، وغيوليو يخلصوا ضرائب وتولي عندك الضرائب العائدات ديالها على الدوله. لذلك هنا كنشوفوا مجموعه من الخروقات كتتم من طرف بعض الجهات معينه كالسلطات اللي كيجيو بدوك القوات المساعده وكيجيو بدوك الجرافات ديالهم وكيجيو كيبداو كيهرسوا دوك الناس وكيسروا لهم وكيخرجوهم. اذا هذا ما والناس كيحتجوا، الناس كيكتبوا، الناس كي لان الزمن هي امس ماشي هو زمن اليوم. اليوم التكنولوجيا متطوره، صبحت العالم قريه صغيره. لذلك نتمناو هاد الحوايج ما تعاودش، لان بلادنا كنخافوا عليها ومن وكنحبوها وكنتمناو الحمد لله هاد الامور ما تزيدش تتكرر، لان جميع السلطات المحليه كنعرفوا من مجموعه، لاننا كنعرفوا في الجمعيه المغربيه ما تقيش ارض الدفاع حقوق الحريات،
عندنا واحد المجموعه ديال الملفات، لكن المشكل في كاين في التواصل ديال بعض الجهات مسؤوله ومعنيه في هذا الاطار هذا، اللي هو كذلك سواء تحرير الملك العام، سواء بناء عشوائي، سواء الباع المتجولين، مجموعه ديال الاشياء خاص تتخذ فيها واحد القرار الا بواحد دراسه معمقه وتخطيط استراتيجي اللي غادي يوصل لنا دوك الناس تهم مواطنين، تهم يوصلوا الحقوق ديالهم، تهم يعرفوا ما لهم وما عليهم. لانه هو داك مواطن صالح. علاش مواطن صالح؟ لانه ما مشاش يسرق، انا ما مشاش كيكريسي. هذاك انت كسلطه ولا غيرك، انت ما بقول احترامات للناس ديال السلطات المحليه او السلطات العموميه، ما عطيتيش انت والو، ما ساهمتي مع بوالو، انت ما ساهمتي مع بوالو. هذاك مواطن من حقه يبيع ويشري، يدير كروسه ولا يدير عشه ولا في السوق او لا عنده باع متجولين او الجائلين محتلين الملك العام، خصهم هما يتعيشوا. علاش منعوهم؟ منعو اياه، متفق معاك، منعو ما يحتلش الملك العام، ولكن قلب على مكان اللي يدير لي سوق نموذجي، خلق لي سوق نموذجي ونجمع فيه ويبيع ويشري وترزق الله يعيشوا تما، ما نمنعهمش ونقول لي سير في حالك. هو 30 عام انا عنده حق مكتسب، ما يمكنش، له الحق في العيش الكريم، له الحق في الصحه، له الحق في التطبيب. كذلك مشكل ديال السكن، نرجعوا للسكن. السكن اللي كيجيو مثلا بعد القرارات اللي كتخاد قرارات عامليه او مثلا من طرف بعض الجهات المعينه في في, في سواء احياء الصافي او البناء عشوائي، اللي كيجيو كيبوا ليه، واش ما فكروش بانه راه عند وليداته؟ ما فكروش هذوك الناس بانه هذاك السيد راه خصو تو يعيش؟ ما فكروش هذوك الناس راه ماشي هو اللي مسؤول، راه السلطات اللي مسؤوله، السلطات سواء العموميه او المحليه، السلطات المنتخبين هما اللي مسؤولين، هما اللي مسؤولين، هما اللي ساعدوه، هما اللي وقفوا بجنبه. واش هذوك الاعوان ديال السلطه ما فراسهمش؟ ما بلغوش القيد وما بلغوش رئيس دائره للباشا، ما عطاوهم. اذا الا كانوا هاد الناس ديال اعوان السلطه، الا كان هاد الدوار الوقت اللي تبنى ما فراسهمش، فهذه مشكله. ولا كان فراسهم وتستروا عليها فهذه جريمه يعاقبوا عليها القانون. اذا شكون اللي خصو يتعاقب الاول؟ شكون اللي خصو يتابع؟ المسؤولين. اما هذاك مواطن جا شرا واحد بقعه وبناها عادي، سواء بالليل بالنهار، المهم راه بناها، لكن بمساهمه ديال المسؤولين، بمساهمه بمباركه واضحه من طرف بعض المسؤولين. وهذا الشيء ما كيكونش في المغرب كله، كاين بعض الجهات، كاين بعض الجهات في المغرب اللي كنعيشوا فيها، كنعيشوها وتوصلنا مجموعه من الشكايات وهذو الملفات تحالوا علينا كجمعيه مغربيه ما تقيش ارضيه الدفاع على الحقوق والحريات. فهذه الامور هذه نتمنى ان شاء الله تعالج، ونتمنى ان شاء الله ما تعالجش.